طارش على ما قدم في هذا الصباح. أيها الأعزاء، شواهينية من فازت بالشوط الأول، الرئيسي الصباحي لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وشاهين هو من خذ الشوط الأول أيضا، الرئيسي لحمد بن علي بن شطيط الوهيبي. أفضل توقيت كان مع إبعاد 7 دقائق 33 ثانية، 18 جزء من الثانية، أبعاد مملوكة لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أيها الأعزاء، الأشواط متواصلة وانطلق في هذه اللحظات شوط الختام، والكلمة أحيلها إلى أحد الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته دائما نتوكل وبه نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب بهذه الانطلاقة في يوم اللقايا، في يوم الإثارة والمتعة، يوم التحديات، يوم السيارات والتحديات بين هذه الشعارات في ميدان التحدي. وانطلقت سفن الصحراء، بل ليست سفن، إنما بواخر وفيالق تحمل على ظهورها مدن من الإنجازات وناطحات سحاب من القمم والهمم العالية. انطلق، أعلنت انطلاقة الشوط 15 للقاية الإبكار من مسافة 5 كيلومترات، والسيارة بالانتظار، نيسان بترول بكب يستقبل أول الواصلين لخط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، نذهب معكم مع مقدمة هذا الشوط لتغطية هذا الحدث أولا بأول على الهواء مباشرة، بثا مباشرا عبر قناة الريان وقناة الدوري والكأس وقناة الواح الفضائية وأيضا قناة دبي ريسينج. مقدمة الشوط، نذهب مع الصدارة مع ملونة ومسلم الرملي بن محمد العامري، مع ملونة مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات القادمة هنا مياسة ومحمد بن خليفة بن أحمد الرميتي، ونقلتنا إلى المركز الثالث. المركز الثالث غدر وعبد الله بن محمد بن صالح العدل، يقدم غدر مع المركز الثالث. والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الشاهينية ومحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، مع الشاهينية مع المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، لحظات لنتعرف على المركز الخامس، لحظات لنتعرف على المركز الخامس من الجانب الأيمن. مشغلة تصل مع المركز الخامس لسعيد بن سهيل العامري مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للكوكبة الخماسية التي تنطلق في هذا الشوط. نعود مع الصدارة ومع المقدمة ومع هذا الانطلاق المميز من ملونة، الله يا ملونة، مسلم الرملي محمد العامري يقدم ملونة مع المركز الأول، الله يا ملونة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني من مياسة، يا مياسة ومحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي مع مياسة في المركز الثاني. نقلتنا مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز مع الشايبة، وصلت الشايبة وعلي بن صالح بن علي الحميري. ولكن هنا التغيير، التغيير في هذه اللحظات، التغيير من مياسة وحميد بن محمد بن صقر الحرسوسي. والمركز الرابع، الله، الشايبة مع المركز الرابع وعلي بن صالح بن علي الحميري. والمركز الخامس، من تصلنا في هذه اللحظات
تصل مع المركز الخامس. هناك لبوة وراشد بن خميس الغويص السويدي مع خامس المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى. وهناك شعارات في الخلف قادمة بكل قوة للظفر بالناموس الغالي وبئر الرغبات لا قعر له. الله يا هذه الأسماء، يا هذا الشوط، يا هذا التحدي في شوط السيارة. والسيارة بالانتظار يا مضمرين، بالانتظار. وملونة ما زالت تلون وتزهي وتضفي جمالا لهذا الشوط. ومسلم الرملي بن محمد العامري ما زال هو المتحكم والمتمكن والمتسيد هذا الشوط ويقود هذه الأسماء اللامعة. بينما المركز الثاني والمتابعة من مياسة محمد بن خليفة أحمد الرميثي. وركزوا يا مضمرين والحوار ثنائي. المركز الثالث، المركز الثالث مياسة، مياسة تصل وحميد بن محمد بن صقر الحرشوسي مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع من تتقدم في هذه اللحظات؟ هناك وصفة وعلي بن رضا بن علي الهاشمي. من يصف لنا هذه الوصفة في هذا الشوط من أجل انتزاع الناموس؟ من يتقدم مع المركز الثالث والمركز الرابع؟ القادمة، القادمة في هذه اللحظات هناك حاملة الرقم 46 غير مدون لدينا في الكشف. والمركز الخامس في هذه اللحظات هناك الشايبة وعلي بن صالح بن علي الحميري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. والتسعمائة متر الأخيرة. الله، مع هذا الانطلاق، مع هذا التميز، مع هذا الاندفاع واللحظات الأخيرة. وشدوا الحيل يا أهل اللقاية، شدوا الحيل. الله الله الله، مياسة، مياسة مع الصدارة، مع المركز الأول والقدوم من بنت صوغان. الله يا بنت صوغان، أو هي حاملة الرقم 46 غير مدون لدينا في الكشف. 46 غير مدون، نرجو من التنظيم لفهيد بن سالم العطرة يقدم مع المركز الأول. ولكن اللحظات الأخيرة واللحظات الحرجة، واحتدم الصراع وارتفع مؤشر التحدي. الله يا الرقود، الرقود تنطلق بهذا الاندفاع، بهذا الناموس. الله يا الرقود، الله يا الرقود. وناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري يقدم الرقود مع المركز الأول وينطلق بهذا الاندفاع، بهذا الأداء الجميل المبدع والممتع. تهانينا، تهانينا لك والناموس على طوس الرقود بالمركز الأول. بينما المركز الثاني وصفة لعلي بن رضا بن علي الهاشم. المركز الثالث، المركز الثالث فتنة ومحمد بن عبد الله بن معضد النيادي. والمركز الرابع، المركز الرابع عواصف لفهد بن سيف بن محمد الخيارين. والمركز الخامس، المركز الخامس مثايل وسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. إذا تهانينا، تهانينا والناموس لمالك الرقود ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري على الفوز بالمركز الأول. ولحظة وصول الرقود 7 دقائق 45 ثانية، 36 جزء من الثانية. بينما الوصول من المركز الثاني من وصفة وعلي بن رضا بن علي الهاشمي والتوقيت الزمني 7 دقائق 46 ثانية، 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت فتنة ومحمد بن عبد الله بن معضد النيادي والتوقيت الزمني 7 دقائق 46 ثانية و66 جزء من الثانية. تهانينا، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وأحيل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن بريك المري. شكرا سلطان العطوي.